السلام عليكم. في الدرس السابق أخذنا ثلاث أنواع من المتغيرات. في هذا الدرس راح نأخذ نوعين آخرين من المتغيرات، وبهذا معناها راح نأخذ خمس أنواع من المتغيرات. أعتقد أنه ما نحتاج غير هذول الخمسة. إذا راح أكتب حرف M، هو يقول لي تريد تكتب المين فاكشن، أدوس Enter راح يكمل لي كتابة المين فاكشن. النوع الرابع من المتغيرات هو السترينج. لو أكتب حرف V يقول لي تريد تكتب فال أو var، فراح اكتب var. راح اسمي المتغير على سبيل المثال اسمه x، واخلي نوعه string، ودام بانواع المتغيرات اخلي اول حرف كابيتال. شوف هو يقول لي بانه انت تريد string من كوتلين، اقول له نعم، ويساوي راح اعطيه قيمه. اي string اي نص لازم اخليه بين الدبل كوتيشن، وبالتالي راح اخلي اي اسم كان hello world. بعدها نفس الحاله لو نطبع هذا المتغير println راح يطبع لي على سبيل المثال اقول له x يساوي، ومن ثم راح اخلي علامة الدولار، ومن ثم قيمة ال x. اذا x يساوي hello world. لو لاحظ بانه هذا النوع الرابع اللي هو string بمعنى نص، string بمعنى السلاسل النصية، فاني من عندي نص فهذا نوع المتغير هو string. لو لاحظ بالنوع السابق اللي هو character، الكاركتر كان عبارة عن رمز، فهو يستقبل رمز واحد فقط. أما السترينج فهو يستقبل مجموعة من الرموز، فلهذا يقولون عن السترينج بأنه مجموعة من الرموز بمعنى array of character. array بمعنى مصفوفة، يعني مجموعة من العناصر مصطفة جنبا إلى جنب، هذه هي المصفوفة. فالسترينج هو array of character بمعنى مصفوفة من الرموز. وموضوع الاري المصفوفات راح ناخذ الموضوع مستقل، لكن الشيء اللي لازم نعرفه انه هذا النص هو عبارة عن رموز، فهذا رمز الاول، هذا رمز الثاني، هذا رمز الثالث، وهكذا. بمعنى انه لو ادوس print على سبيل المثال حستخدم println، ومن ثم اخلي x، بعدها لو افتح السكوير براكت بهالصورة هذه، ومن ثم اكتب رقم واحد على سبيل المثال، راح ادوس run وشوف الناتج. نشوف لانه طلع لي الناتج x يساوي قيمة ال x اللي هي hello world، ف x يساوي hello world. بالاضافة الى هذا بالسطر الثاني طبع لي حرف ال e. السبب بهذا بانه انت قلت له x وبعدها فتحت اقواس السكوير براكت، ومن ثم قلت له واحد، واحد بمعنى العنصر رقم واحد. طيب المفروض عنصر رقم واحد يطبع لي ال h، لماذا طبع لي ال e؟ السبب بهذا انه الكوتلين زيرو بيست، بمعنى انه لغة تبدأ التعداد من الصفر، فمعناها هذا العنصر رقم صفر، هذا العنصر رقم واحد، هذا اثنين، وهذا ثلاثة. اذا هذا الشيء لازم ننتبه له انه الكوتلين زيرو بيست، فبالتالي انا من قلت له العنصر الاول، فالعنصر الاول هذا الاي على اعتبار انه اتش هو العنصر رقم صفر، فبالتالي انا قلت له println اطبع لي اكس اوف واحد، بمعنى العنصر الاول من الاكس، فطبع لي حرف الاي. إذا هذا تمهيد لموضوع الأري، وإنما موضوع الأري راح ناخذه بموضوع منفصل. إذا هذا السطر هو إلى علاقة بموضوع الأري. النوع الآخر من أنواع المتغيرات هو البوليان. راح أكتب val، ومن ثم متغير نسميه y على سبيل المثال، وراح أكتب بوليان، هذه هي البوليان، وأنطيه قيمة افتراضية تساوي على سبيل المثال true. طيب شنو معنى هذا السطر؟ الآن لو أطبع println للواي على سبيل المثال y تساوي قيمة الواي، y تساوي ومن ثم زائد y، إذا y تساوي قيمة الواي راح يطبع لي y تساوي true. لكن شنو معنات هذه؟ بوليان بمعنى قيمة منطقية أو عبارة منطقية، أنه تتقبل قيمتين فقط، إما true أو false. فإذا أنا عرفت متغير اسمه y نوعه بوليان، أعطيته قيمة افتراضية true، فبالتالي من اطبع y تساوي قيمة ال y فراح يطبع لي y يساوي true. وهذا الشيء ال true وال false راح استفاد منه في مواضيع متقدمة، خصوصا بالاندرويد. لما استخدم الكوتلين بالاندرويد تستخدمه بالشيء الكثير. يعني على سبيل المثال لو اعرف متغير اخر، هذا المتغير اسمه z، وهذا المتغير نوعه بوليان، وهذا المتغير راح اعطيه قيمة ابتدائية 2 اكبر من 5. نشوف الان الكومبايلر ما اعترض، مطاني ايرور او الخط الاحمر، معناها انه ماكو ايرور، الجمله صحيحه. طيب شنو معنات هذه 2 اكبر من 5؟ هذه
عبارة منطقية إما true أو false. هل الاثنين أكبر من خمسة؟ الجواب false. إذا الزات قيمتها false. لو دوس print لين ومن ثم راح أخلي زات يساوي دولار قيمة الزات. لو أدوس run نشوف الأوتبوت. تشوف الآن طبع لي y يساوي true على اعتبار أن الواي طلعتها true، والزات يساوي false على اعتبار أنه 2 أكبر من 5، الجواب false.